كان انت ولا ملاعبيه الكل؟ ايه ملاعبيه كله اللي يقضم هذوكم معروفين ياخذوا في الفلوس هذيك، ما تقعد الفلوس هي بيدها. اما جدد اللي جاوا طريقة الخروج ما كانتش كيف كيف ولا بد من الكلوب. هربت هروبة؟ لا مال خرجت كي ما حبش يعطيك فلوسك شريف بالأمين، اش عملت؟ قلت له ساي وفي مكتوب ولا شنو؟ مكتوب شنو كان موقف عليك مش على روحك؟ لا مشكلة، مشكلة كبيرة. مشيت انا قاضي ساي سعودي. مشيت وقت زاد السعودية القاضي ساي تحت دوزيام ديفيزيون حبوا يرجعوا فيس، كلموني درا شنو اوكي واحد وبرا طون فاهم معاه حكايه فارغه درا شنو. طلعت انا هما ما يعرفونيش، لعبت في الاهلي يعرفوني فهمت، يحبوا يشوفوا يتاكدوا. والله لعبت معهم 5 ماتش، لعبنا 5 ماتشات ميكال، عملت معهم بريباراسيون درا شنو. وبعد جاني البريزيدون السعودي قال لي بالحسن راه طلب برشا فلوس هو، والفلوس هذوما ما معناتها على البيجي اللي عندنا توا ما نجموش. قعدت بيت قلت شنو السعوديه حتى قبل فوت كان بالحديث معناتها بريم سيناتور هذيك وصالير. نحكي لك على السعوديه الاهلي تو اللي تعطي مليارات، وقت لعبت انا في الاهلي 5000 دولار صالير وبريم سيناتور 50000 دولار اللي تو ياخذوا في 3 مليارات ولا مليارات بريم سيناتور فهمت. معناتها حتى وقتها مش برشا فلوس الاهلي، مش برشا فلوس، مشي 16 طلب برشا فلوس ودرا شنو. قالوا لي ليه ودرا شنو، حسيت روحي قعدت طولت الحكايه ورصت لي هبط وقتها. مش معنى هبط؟ هبط رجعت لتونس حكيت معاه لا ما تنون مو هو لم يابل يتفاهم امريكا حل ينقص شوي يشوف حال ما قال المونطون ذيك في باله بشد صحيح خاطر هو يتبع ويسمع بيا ما تقعد نلعب معاهم بريباراسيون وشد روحي والمركي فهمت. كاو رصت لي رجعت لتونس. علاقتك بيه ما كانتش باهية برشا؟ لا 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 الله يرحمه، لا وعدني ولا كذب علي ولا كذبت عليه فهمت. اللي فما فما اللي فما فما الله يرحمه. واضح. باه بعد ما رحت لتونس شو صار؟ رجعت رجعت الحمل مرة أخرى معناتها من الكلوب نقصت بعد الكلوب رجعت الحمل الحمل فتحت عاودت شيت مرة أخرى حمل في ديفيزيون دو ديفيزيون دو معناتها مش من الكلوب الأمريكا معناها؟ لا لا فهمت مشيت بري سايبوك بري الكلوب وزاد خذوا فلوس بعد حمل فهمت. معناتها شو سبحان الله السعودية وفلوس حتى كتنقص شوية وحمل الوقت هذاك مش تعطيها صحيح انت مش تعطيها محمل تحسها شميتة الرجل ميت الله يرحمه. اي علاش نحن نفهم والله ما نعرف متفاهمين ميت الله يرحمه الله يرحمه ما نعرفش والله ما نعرف والله هنا تو تسالني السؤال هذا ما نعرفش بالك شي خاطر مكش مش هو جايبك جايبك اللي قبله ونعرفوا ديما العلاقه بينه. لا المشكله مش هو المشكله انا جابني حموده بن عمار. حموده بن عمار وكي قاعدين كي قالوا تفهم معاه وقال له بالحسن درا شنو وقت لا جون لا حد شيء وحدك حدك تتكلم يلب عليك العرق تتكلم فهمت. قالوا لي قال له امور ولي تفهمت ايه وكا هو درا شنو مشى على روحه والاخر اي هذوما تو نكمل لك وقعدت هيك. باهي ماشي لامريكا قال لي لا وقتها سيء انا وقتها ما طب شنو قاعد على ذمتهم ومازالوا باش يسلفوني مازالوا ما بعد ومش لاقى روحي يسلفوني فهمتك. وانا ما نراش باش نلعب حبيت تكسر الكونترا اي كسرته كونترا. قد عملت في امريكا؟ قعدت عام ونص لعبت اماتور. الضربه نتاع حدث سبتمبر 2001 بدلت لك شويه حياتك غادية تقلق منها شوية؟ في بالي بشنو قد غادي يعني تقلق على الاخ. وين في يوستن؟ في يوستن ايه. وقتها وقتها هما باش يعملوا ايكيب اما الشامبيونال لعبت فيها اماتور هنا ياخذوا منها البروفيسيونيل يتبعوا فيها فهمت. مش كيفنا نحن في امريكا وقتها وقتها مش برشا فلوس كيما تو وقتها 300000 دولار وقتها فهمتك العام و 400000 دولار بارابور تونس برشا فلوس. اي بارابور تونس برشا فلوس ما تو شوف تو عباره لوروب امريكا يصحوا برشا فلوس فهمت. صحيح. عملت ايضا جوله حول بعض البلدان حتى السياحيه كيما المالديف. شازك المالديف؟ والله من بعد الاربع سنين الاخرانيين مع جون من افريك دو سود فهمت. والله قعد معناتها كل مره يجيب لي وانا كل مره نقول عام نقول نبطل درا شنو يجيب لي تفتفه بيا نقول نمشي. عجبتك البلاد زاد انت على الاخر شخت على الاخر كوره واحد
هاي سياحة سياحة والله فما فلوس فيها 1600 و... والله وقتها مش برشا فلوس هي 6 اشهر فهمت بدوك البوستر بدوك اكسيال زاد غاد وقتها مشيت انا وزياد العليوي الله يذكره بالخير في فرنسا طب قلت له زياد برجوليه تعبت من القدام هد 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 باش نلعب ريبلي شويه شويه باسيت شويه اسيست هكا واحد وخرج ماتش كي جا هو هذا شافوني تو اللي حاطينه حتى يجي لونترونور اللي فيس دو كلوب هذوما لي زونترونور موجودين غادي قالوا وي باهي ناخذوا في البوست هذاك هذا يساعدنا كي جا متشيك لونترونور ما عجبوش الاكسيال قال لهم هذاك يجي اكسيال باهي و عاد نحكي انا زياد قلت له زياد راه قال لي باش تلعب اكسيال زياد اللي عليه لعب في جرجيس لعب في سيوتي قال لي بالحسن شنو سيب علينا واحد قلت حياتهم كاملهم يحصروا فيا تو نعرف كيفاش نيقف ان شاء الله وين نحصر فيهم والله هزينا شامبيون وقت رغم اللي بدلوا لك البوست بون شامبيون مش قويه هي مي كومون ملتزم شويه دينيا بالحسن والله ربي ان شاء الله يتوب عليه يا شرفي اش معناه يتوب عليه ان شاء الله خاطر الالتزام دينيا خلاك تروح من فيتنام صحيح فمش ثلاث جمعه صحيح روحت من فيتنام فقط خاطر ما فمش ثلاث جمعه اي والله والله تعبت نفسانيا هذا سبب معناها والله سبب والله روحت من غادي قعدت مام با شهر ومشيت للمالديف كلها فيتنام فيها مسلمين في وتشيمي سيتي مدين دور كيل واحد ما لقيتش فمش جمله فمش جمله اي وخليك تروح هذا معناها تعبت نفسي سبب رئيسي ايوا عملت سيزون وسيزون ثانيه فهمت ما نجمش نكملها قويت علي حسيت روحي سبحان الله تعبت نفسي ماكش مرتاح مش مرتاح جوست خاطر فما ثلاث جمعه ما فماش جمله فهمت باهي بعد ما كملت الكوره دربت شويه عملت شويه بعض التجارب التدريبيه بديت في الاسبيرونس في ليجان بديت في الاسبيرونس في ليجان باش نحكي